أطل عليكم من نافذة الوطن، نقطع الطريق أمام المطلين من نافذة الفقر والجوع، أيضا نقطع الطريق أمام المطلين برؤوسهم من نافذة الفساد، نقطع الطريق عليهم، نقطع الطريق أمام المطلين برؤوسهم من نافذة الخراب، نقطع الطريق عليهم، نقطع الطريق أمام المطلين برؤوسهم من نافذة الإرهاب، نقطع عليهم الطرق جميعا، لكن تبقى نافذة العراق هي الباقية، وتذكروا كلامي جيدا. تفتح عينيك من نافذة العراق، نافذة بحجم وطن، تفتح نافذتك نحو المستقبل فيأتيك من يغلقها ويكسرها أمامك، يخدعك أقرب الأقربين إليك فيغدر بك. أنا وأنت وأنت كلنا من نافذة لن تغلق، فأهلا بكم بالعراق وقصص أخرى. قبل أن يفتك بنا الغريب، جاءنا القريب من نافذة فباعنا بسوق النخاسة بأبخس ثمن وخلسة، دخل نوافذنا، سرق ما سرق، وجاء بهندام أنيق أمام العلن. سعد جميل هويدي يدير النافذة الواحدة، لكنه سقوط الفاسدين في القاع، سقطوا وسقط القناع، هويدي ومثله كثير، والعراق قلبه صابر على أمثاله، لكن بعد الصبر فرج، وبعد الانتظار وصول، وبعد القضاء يبدل الليل بالنهار. وإلى ملف آخر في الحصاد عبر التغيير، فها هي أصنام الفساد وأزلامه التي عاثت في مقدرات العراقيين وخيراتهم وقوتهم لسنوات، تتساقط تباعا كتساقط الأوراق في فصل الخريف. وها هو القضاء العراقي النزيه يقول كلمته الفصل مرة أخرى بحق فاسد آخر يضاف لقافلة من سبقوه من الفاسدين، ويصدر أمر قبض بحق مدير دائرة النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار الوطنية سعد جميل هويدي. لست كما يرام، قيل أن العراق جريح وأن عام الحزن فيه طويل، سرقوه، قتلوه، ذبحوه، صلبوه كما صلبوا المسيح، واليوم تمسح من خريطته بقايا الدبلوماسية، وديناره يضرب في سوق البيع والشراء. أما أنتم فلا بواكي لكم، سرقتم دينار العراق وجعلتم آبار النفط وأسواق الذهب وبساتين النخل في البركان، ومن صندوق سيادي بحجم دولة يتلاشى فيصبح صندوقا يحمل عناوين أجبرت لسان العراقي على النطق بها ليلة نهار في الصيف والشتاء وعلى نشرات الأخبار، إيران أمريكا، أمريكا إيران، إيران طهران، طهران واشنطن. لكن تبقى الورقة الرابحة الأخيرة مهما طال الزمن، مهما طال الحزن، العراق أولا. لا عناوين اليوم، فالقضية محبوكة جيدا، والأيام السود أو الرمادية أو الضبابية قادمة لا محالة، وعند البصارة قد نرجو تشرينا فيه وطن أبيض كقلوب أبنائه، تخرج أمريكا، تدخل أصابع الفتك، يهوى اقتصاد البلد الأكبر في التاريخ، وهو الأكبر قضية في الشرق وفي شرق الشرق، ويمسح العراقي دمعته بالعلم. وكما هي الحكومة ورسالة عراقيين يحملون تاريخ ثورة تشرين، يحملون مشروعا وطنيا باسم الوطن الأسمى، لن ينال منهم صوت المأزومين بمشروع وطني وبشريعة قانون وبقاموس الدستور. وكما تجرع العراق حسابات عصيبة، إلا أن المعادلة تبقى رابحة، وتبقى النتيجة أن العراق باق رغم كل المراوغات. السفارة الأمريكية بدبلوماسيتها تنذر وتحذر، من السبب؟ والمنطقة الخضراء أصبحت جافة من أخضر الأمن والأمان، من يقف وراء الأسباب؟ يعم الحراك القضائي متزامنا مع إجراءات عاجلة لمواجهة الفوضى بلغة القانون. التهديد بإغلاق السفارة تهديد جدي، وليس السفارة وإنما البعثات الدبلوماسية، وهذا ليس تهديد وإنما ذلك أصبح في وعد ووعيد، وإذا حصل هذا الشيء هذا بداية سحب الاعتراف من هذا النظام، وعند ذلك سوف يكون في مواجهة مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية. ينطق الشعب بوعي وثبات وبصوت واحد، جهاز مكافحة الإرهاب يمثلني، فمن لا يريد استقرارا قد يحمل شعارات مزيفة يدعي أنه لا يريد وطنا بدون ضيوف، فهل يعقل كلام مثل هذا والعراق محتكم إلى دعم دولي؟ العراق محتكم إلى دعم دولي.
ينتصر الشارع العراقي لأفراد جهاز مكافحة الإرهاب ولجهودهم بوسم فاعل متصدر في الساحة الافتراضية، لكن لسان حال النشطاء من كل بيت وفي كل المحافظات يبعث برسالة تعزيز للجهود المبذولة في القضاء على كل مشاهد التوتر والخروج عن القانون، وهي رسالة صوت واحد لجهاز يحمل ثابتا واحدا ألا وهو أمن العراق. عراقيون بصوت واحد، ضربة أخرى في سبيل الوصول إلى المنطقية وحسابات الوطن المتزن. يوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضربة كبيرة للأحزاب المتنفذة ويغلق 9 مكاتب لأجهزة أمنية وهيئات مستقلة داخل مطار بغداد الدولي، لتنتهي حقبة زمنية من الهيمنة وسطوة القرار على أهم مواقع البلاد. لا يزال مصطفى العراقي يحاول، لكن مصطفى اللبناني جمع أوراقه وغادر. من مقالة لغسان شربل نشرها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، فمن يريد المحاولة ليس الكاظمي وحده فحسب، بل جميع أطياف الشعب، لكن بدون نوافذ يطل منها رأس سعد أو سعيد. على وقع أحداث متسارعة نحو انسجام كتل سياسية مع حكومة مصطفى الكاظمي، يضع مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية المشهد في دائرة التحليل، إذ يقود كشف أسرار التحالفات السياسية إلى تلاشي الغموض المرحلي شريطة تحقيق المطلوب. أسرار التحالفات السياسية في كل موسم انتخابي أو استحقاقي تتكشف بوعود اليد الواحدة قبيل أي عاصفة، وغير أي بلاد، فإنما قبل العاصفة في العراق ليس بهدوء حذر، إنما بفتور يكثر الحديث فيه اليوم على لسان العراقيين. هنا يأتي صوت العقل الرصين بحديث يحيي ثورة تشرين ذكرا وتاريخا يمنح أمل التغيير، ويغرد الشيخ جمال الضاري بتاريخ ثورة تشرين التي رسمت ملامح جديدة للعملية السياسية في البلاد بدماء الشهداء وهتاف المتظاهرين. دق جرس الإنذار قبل الجميع، رئيس الجمهورية برهم صالح وأمام الأمم المتحدة، أمام العالم أجمع، يقول لكم بالصوت الواحد وباللسان الواحد، شخص حال العراق محليا وأقليميا ودوليا. لقد واجه العراق قبل وبعد ظهور الوباء وباء لا يقل فتكا وخطرا على العالم، ألا وهو الإرهاب والفساد. قبل أي شيء يعلو صوت الشعب فتنطق الكلمة بلسان رئيس الجمهورية في بيت الأمم المتحدة، وهنا يسمع العالم كلمة العراق عاليا دون أي مواربة سياسية. رسالة عاجلة وشديدة اللهجة من رئيس الوزراء للإيرانيين قطعا لحبل المهاترات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يكتب رئيس الحكومة رسالة الدولة بلهجة شديدة وواضحة وعاجلة للإيرانيين في سعي جاد وصارم للمضي قدما نحو تحقيق أجواء سيادية وسياسية آمنة لخوض المرحلة المقبلة دون لغة الكاتيوشا والانفلات المدعوم. وبرسالة واضحة المعالم تكشف عنها مصادر للتغيير، نقلها وزير الخارجية فؤاد حسين، تؤكد أنها شديدة اللهجة وبحالة مستعجلة من حكومة العراق إلى الإيرانيين، تقضي بضرورة إيقاف الهجمات المسلحة المدعومة من طهران. وقد تكون هذه رسالة التحذير الأخيرة قبل الانتقال إلى اتخاذ الخطوات الحازمة بعيدا عن وعود مفتعلة لا تسمن ولا تغني من جوع. إذن هي السيادة بعراقها وصندوقها وسياستها وشعبها، فلا بد من قطع مسلسل التسلسل والتسلل من الفوضى إلى الفوضى. ويأتي قرار قطع طريق المتسللين الإرهابيين من الأراضي السورية إلى العراقية، قرار جديد قد يعيد أنفاس المختنقين من رائحة الإرهاب. العراق وسوريا جريحان في مهب رياح الإرهاب، نفض العراق غبار التخييم الداعشي فانتصر عليه كقوة عسكرية، لكن الفلول والخلايا تدفع بصوت الرصاص وتكرار قصص الموت على الأطراف. من سوريا إلى العراق لا تزال المطامع الخبيثة بعناصر بشرية إرهابية وعتاد دموية تحاول جميعها الفتك بأمن الحدود والدخول من جديد إلى صناعة الموت في الداخل العراقي.
بعد كل هذا هناك صوت واحد يعرف جيدا أن جارتنا لا تنفك تحارب أرضنا حتى ولو بتجفيف حناجرنا لتتركنا عطشا في بلاد الرافدين. عنوان يضعه مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالتشديد المطلق على ضرورة وقوف القوى السياسية مع مشروع مصطفى الكاظمي الذي يهدف لاستعادة الدولة العراقية من حكم الميليشيات أو الفصائل الخارجة عن القانون. في الأيام المقبلة لا نعلم ما تحمله لنا، فمن يريد وطنا ها هو يعيد بدمائه ويعد بدمائه تضحية للعراق، ومن يريد ركوب الموج يزيف الشعارات. وفوق كل هذا وتحته وفي كل ساعة ما زلنا نظلم بعضنا، فنقتل نساءنا ونقطع أحلامهن بمقص الموت. تم اعتداء علي من قبل أحد أقرباء المقربين مني، وموضوع صعب وجدا صعب، حتى ما أقدر أحشي بها وما أريد أتذكر أصلا، وآسفة بعد ما أقدر أحشي. ونأتي نضرب الكف بالكف ونقول يا ليل لن أسود، حتى الوباء ما زلنا نبكي ونذرف الدمع، فكيف نريد أن نحمي البلاد من تدخل ومن فساد ومن رموز فاسدة تخرج من النوافذ، ونحن حتى في أزمة كورونا ما زلنا داخل دائرة الخطر. شوف هاي من حالة خطرة، هاي من حالة خطرة، ولا دكتور حدث وصله، ولا دكتور وصل حالة خطر. شوف بس العمال مال الاكسجين وحد شرحنا عليهم ما يقارب 10 مرات، كسرنا الباب محط لعب واحنا نسوي اضرار، هاي حالة خطرة. طبعا اهل المريض اذا صار اي يتحمل مسؤولية كافة الاطباء. في أسبوع محتدم من التفاعل والتعليقات والتغريدات على كافة منصات التواصل الاجتماعي في الساحة العراقية، الأكثر وسوما وانتشارا فيما يتعلق بالسفارة الأمريكية، فيما يتعلق بالخطابات النارية من إيران، وأيضا من الرسالة العاجلة من مصطفى الكاظمي إلى الإيرانيين. هناك تفاعلات واسعة تحت وسم بغداد، تحت وسم لا شرقية ولا غربية، وهي جملة من خطاب للزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. الكثير من هذه الوسوم نستعرضها في جولة سريعة على أبرز التغريدات. الأولى حملت بعدنا نريد وطن، غرد علاوي ما ملينا، وأتبع تغريدته بهذه الصورة، ترى بعدنا نريد وطن ما ملينا. أيضا من الوسوم الفاعلة وحملت تحت وسم بعدنا نريد وطن، سره قال ما نريد حرب نريد وطن، وهذه رسالة إلى الذين يريدون ركوب موجات الثورات أو الاحتجاجات لإثارة الفتنة والنزاعات وفتيل الدم وشلال الدم. أتبع تغريدته بهذه الصورة. أيضا من الوسوم الفاعلة مشاهدينا الكرام، زازرة التي أسمت نفسها على تويتر بهذا الاسم غردت شنو شفت من الدنيا حتى الثور، شفت العلم اللي رد ترفعه متلفلف على تابوت صديقي، بعدنا نريد وطن. وتأتي هذه الوسوم تماشيا مع الاقتراب لموعد تشرين والوعد من البعض للخروج بإحياء ذكرى ثورة تشرين. أنين الحياة غردت الصدر شوكة في عيون الشرق والغرب، الغرب تحت تغريدة لا شرقية ولا غربية التي تحدث بها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. أيضا بنفس الوسم لا شرقية ولا غربية، علي العراقي غرد ويسألونك عن الصدر فقل هو الوطن، ناصر الوطن من أجل الوطن. أيضا من التغريدات منار غردت إذا قال العراق فصدقوه، فإن القول ما قال العراق، بعدنا نريد وطن. في تغريدات أخرى أتبعت التغريدة بهذه الصورة، وهذه الصورة هو طفل من جيل العراق الحالي الذي ينظر إلى المستقبل بتفاؤل على ساحة التحرير في العاصمة بغداد. تغريدة أخرى غردت سنيورة قالت تصبحون على بغداد مدينة السلام المشايفة السلام. هذه التغريدة أتبعتها بهذه الصورة الجميلة التي تعكس معنى السلام الحقيقي في بلد السلام العراق وعاصمته بغداد. إذن كانت هذه أبرز التغريدات الفاعلة لهذا الأسبوع. للمزيد من التغريدات والتعليقات راسلونا دائما على قناة التغيير. من بطون التاريخ يخرج الاسم العراقي بأوسمة الإنجاز والنجاحات العالمية، وليست على مستوى البلاد فقط، إلى فضاءات شتى. ومن الموصل يفخر العراقيون بقصة عبقرية للواء الطبيب مظفر حبوش
الذي رسم خريطة اختراعات وأوسمة عراقية وعالمية منذ عام 1937 وحتى يومنا هذا. الطبيب الحي النابض بالفخر حور طائرة سمتية كإسعاف طوارئ في منطقة H3 العسكرية. زامل كلية الجراحين الأمريكية أدار وحدة طوارئ مستشفى الرشيد العسكري. عناوين لا تنتهي من العلم، يتوارث العراقيون جيلا بعد جيل سيرة العلماء، فهم من لحمهم ودمهم، كيف لا وقد سجل الطبيب حبوش اختراع جهاز التثبيت الخارجي القيثارة، طور أجهزة الأطراف جبيرة الرشيد في الإخلاء والسلم والحرب، عمل الصفائح المعدنية الخاصة لتثبيت العظام. قبل الختام، يدخل كبير استشاري أمراض القلب في المستشفى الملكي بلندن الدكتور ضياء كمال الدين يدخل القاعة لحضور حفل تكريمه إثر زيارته للعراق بعد غياب دام أكثر من 15 عاما. وعندما دخل القاعة استوقفه منظر بائع جرائد كبير السن مفترشا جرائده على الرصيف. أغلق الطبيب عينيه ثم سرعان ما فتحهما تذكر ملامح هذا الرجل العجوز المحفورة في ذهنه. جرجر نفسه ودخل القاعة ثم جلس غير أن ذهنه بقي مع بائع الجريدة. وعندما نودي على اسمه لدى حلول فقرة تقليده وسام الإبداع قام من مكانه، بيد أنه لم يتوجه إلى المنصة بل توجه إلى خارج القاعة. راح الكل ينظر إليه في ذهول، أما هو فقد اقترب من بائع الصحف وتناول يده، فسحب البائع يده وقد فوجئ وقال: عوفني يا ابني، ما راح أفرش هنا مرة أخرى. رد عليه بصوت مخنوق: أنت أصلا ما راح تفرش مرة أخرى، أرجوك بس تعال معي شوي. ظل البائع يقاوم والدكتور يمسك بيده وهو يقوده إلى داخل القاعة. تخلى البائع عن المقاومة وهو يرى عيون الدكتور تفيض بالدموع وقال: ما بك يا بني؟ لم يتكلم الدكتور وواصل طريقه إلى المنصة وهو ممسك بيد بائع الجريدة والكل ينظر إليه في دهشة، ثم انخرط في موجة بكاء حارة وأخذ يعانق الرجل ويقبل رأسه ويده ويقول: أنت ما عرفني يا أستاذ خليل؟ قال: لا والله يا ابني، العتب على النظر. فرد الدكتور وهو يكفكف دموعه: أنا تلميذك ضياء كمال الدين في الإعدادية المركزية، لقد كنت الأول دائما، وكنت أنت من تشجعني وتتابعني سنة 1966. ونظر الرجل للدكتور واحتضنه وتناول الدكتور الوسام وقلده للأستاذ وقال للحضور: هؤلاء هم من يستحقون التكريم، والله ما ضعنا وتخلفنا وجهلنا إلا بعد إذناننا لهم وإضاعة حقوقهم وعدم احترامهم وتقديرهم بما يليق بمقامهم وبرسالتهم السامية. هو الأستاذ خليل أستاذ اللغة العربية في الإعدادية المركزية ببغداد، واللواء الطبيب مظفر حبوش خير دليل، ومثله عباقرة العراق في كافة العلوم في كافة أنحاء الأرض، فدعونا نتمسك بهم بدلا من أن نفتح نوافذنا لهويدي ونصرخ حينها واعراقاه. أستودعكم الله.